نينا مساء الخير. اهلا مساء الخير نينا وهبي. مساء الخير. غرامه عندي هوس بضفير الاجرين، يعني بحب ضلهم مزبطين مرتبين، بصورهم اوقات كل ما اعمل بيديكور هيك، بحب كثير. عندي غرام نقطه ضعفه. ضفير او اصابيع اجريك؟ ضفير والاصابيع، الاجر كلها. وإذا حدا طلع بإجريك؟ ياي بنبسط، أو حدا يعطيني كومبليمون حلو. كيف شو بيقولوا لك يعني؟ شو بيقولوا لك؟ مثلا بيقولوا لي سكسي، مهضومين، حلوين، اللون حلو، لابق لأصابيعي، لبشرتي. بتحبي يعطيكي كومبليمون لإلك أو لإجريك؟ هلا صارت مرة وحدا عطاني لإجري، زعلت. أنا فكرت عم يعطيني لإلي كومبليمون، حايس كنت على البحر. طلع بإجري وراح، يروح ويجي، يروح ويجي. يي أنا قلت شو بو أخشي؟ قال لي دومازيل بدي أقول لك شغلة. قلت له تفضل. قال لي سوري بس ضفيرك كثير سكسي. طلعت فيه أنا هيك انه قلت له سوري بس وجهي ما عاد لك شيء. بتنزعجي لما تسمعي؟ انزعجت بس رجعت انبسطت انه هيدا الشيء بيرضي المرأة او بالعكس ممكن انا بيرضيني. او ممكن في نساء بيشعروا بالإهانة، بيقولوا انه اليوم كل انوثتي تختصر باصابع اجريه. لا اكيد مش كل انوثتي تختصر باصابع اجريه، بس بحبهم، عندي هوس فيهم. 50% من النساء بأمريكا بيشعروا بالحرج إنه يفرجوا أصابيع إجريهم حسب الجمعية الأمريكية لطب القدم. قد إيه إجريك وأصابيع إجريك بشكله حرج إنك تفرجيهم؟ ولا شوي. مشان هيك لابسة مفتوح؟ أكيد ما عندي مشكلة فيهم أبداً، يعني كل ما بقدر فرجيهم أو حدا يشوفهم لازم يشوفهم حدا. بتحب تفرجيهم أو يشوفوهم؟ اثنين سوا. تفرجيهم ويشوفوهم. دكتور بداية الحلقة قال لي سؤال يطرح إنه كيف شخص بيوصف أصابيع إجري؟ فيني أختصر لك إياها، يعني في قصة حب وغرام بيني وبينهم، يعني بقعد بالساعات بتفرج عليهم، بحسهم مهضومين صغار، بقعد بتأملهم، بتفرج عليهم، صورهم، بفتح أحاديث عليهم. بتصوريهم لمين؟ فيسبوك، واتساب، أي شيء. وبتسمع التعليقات؟ أكيد. رح أحكي بعد شوي بهالمحور الأساسي، ولكن بالنسبة لك عند الرجل شو أول شيء بتشوفي عنه؟ هاي كمان صبيع إجري. صبيع إجري أول شيء؟ أول شيء قبل ما أطلع بوجهه، قبل شخصيته، قبل كل شيء بيبين من صبيع إجري. ما علي يعني قد ما كان حلو، إذا صبيع إجري مش حلوين أو مش مرتبين. شو يعني حلوين ومرتبين عند الشاب؟ يعني عند المرأة ممكن تكون أصابيع إجرها ناعمة، أصابيع إجريها ناعمين، بس كيف يعني عند الرجل يكونوا حلوين ومرتبين؟ إنه شكلهم حلو متناسقين مع بعضهم، مش شيء أطول من شيء مثلاً أو شيء فوق شيء. عند النساء بيلبسوا مفتوح أغلبية الوقت بالصيفية، كيف عند الرجل فيك تشوف أصابيع إجريه؟ بدها تبين، يعني ما في مجال إلا ما تبين، على البحر، عندهم بالبيت، اي شيء بده يبين، ما في مجال. يعني لو بده يضطر يشلح من اجره لازم يشلح لحتى اشوف اجري. ومصيبه اذا طلعوا صبي اجري مش حلوين، انتهى الموضوع. يعني هون برجع بسال السؤال، مش هنا يختصر الرجل رجوليته باصابيع اجري؟ ما بهم شخصيته، ذكائه، هيبته. ما بدي اصطبح فيهم، طيب ما بدي اشوفهم، ما بدي اتاملهم، لازم يكونوا حلوين. أدي بدها جرأة أن المرأة اليوم تحكي وفتاة تحكي عن أصابع إجرين الرجل؟ ما بدها جرأة، عادية كتير مثل غيرها، يعني مثل أي موضوع. يعني برجع اختصاصي في أمراض القدم، يعني من باريس في مستشفى جامعة القديس جورجوس، دكتور علي صدرية اختصاصي أمراض القدم في بيفرلي هيلز، بيقول لا يمكننا استبعاد حقيقة أن هناك رمزية جنسية للقدم. بعلاقات الثنائي دكتور، أي مشاكل بالإجرين وشكل الأصابع حضرتك بتقبلها بالكلينيك عندك؟ أكتر شيء منشوف هني كابلز، وخصوصي شباب جايين هني والخطيبتهم أو مرتهم، هني عندهم مشكل مع أصابيعها.
يعني او هن خيفانين يكون في عندها مشكل باصابعها هن منهم شايفينه او بالقدم تبعها، خيفانين يفوتوا اكثر لبعيد بالعلاقه، او خيفانين يكون هيدا شيء شكل لهم عائق لان هو بيكون بحبها بس في عنده هالهوس او الفوت فتيشيزم يلي عنده اياه عم يعمل له بلوكاج بمطرح معين. بعض الاحيان نحن بنطمنهم انه ما في عندنا ولا اي بروبلم، بنفرجيهم صور لاقدام فيها مشاكل بيطمنوا بالهم، اذا كان في عندنا اي مشكل فينا نحله بنحله نحن بالعياده، او اذا كان مشكل باكثر من انه ينحل بالعياده ساعتها بيتوجهوا لعمليات جراحيه. اذا عجبكم الفيديو اضغطوا لايك وشير، ولمزيد من الفيديوز سبسكرايب بقناه مالك مكتبي الرسمية، تيرن اون نوتيفيكيشنز لتعرفوا كل شيء حصري بسرعة على القناة، تابعوني على كل منصات السوشيال ميديا.